مادة التربية الإسلامية الصف العاشر الجزء الأول. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدرس السابع الهداية إلى الإيمان بالله تعالى من الصفحة 34 إلى الصفحة 38. خلق الله تعالى الإنسان وبين له طريق الهداية وحثه عليها وبين له طريق الضلال ونهاه عنها. يقول تعالى في الآية 3 من سورة الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، صدق الله العظيم. ولذا يتوجه المسلمون إلى الله تعالى في كل ركعة من صلاتهم بالهداية إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى في الآية 6 من سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم. أولا، مفهوم الهداية. الهداية في الاصطلاح هي اتباع منهج الله تعالى في الحياة. إضاءة: اتباع منهج الله تعالى في الحياة يحقق الخير للإنسان في الحياة الدنيا والآخرة. ثانيا، سبل الهداية. من رحمة الله تعالى بعباده أن هيئ لهم سبلا تقودهم إلى الهداية، منها أولا الفطرة السليمة. أودع الله تعالى في كل إنسان طبيعة خلقه عليها منذ ولادته تسمى الفطرة، فالإنسان يشعر بأن لهذا الكون خالقا ينبغي الخضوع إليه والالتزام بأمره والالتجاء إليه. يقول الله تعالى في الآية 30 من سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، صدق الله العظيم. لذا نجد الناس على اختلاف أزمانهم يبحثون عن إله يعبدونه، فقد يهتدون إلى معرفة الله تعالى فيوافق ذلك فطرتهم، وقد تنحرف الفطرة عن المسار السليم فيضل الإنسان ويبعد من ويعبد من دون الله الأصنام والشمس والنار. وهذا هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وقد جاء الإسلام موافقا للفطرة السليمة. وتوجد عوامل كثيرة تساعد على المحافظة على سلامة الفطرة، منها الأسرة والمؤسسات التربوية، ويكمن دورهم في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وتعليمهم مكارم الأخلاق وغرس القيم الإيجابية من حب الخير للناس والعمل الصالح وحب الأوطان، وتحذيرهم من كل القيم السلبية والأخلاق الفاسدة، وتوجيههم نحو الاستخدام الأمثل لوسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي واختيار الصحبة الصالحة، وذلك لحمايتهم من انحراف الفطرة وفسادها. أفكر في أمور أخرى تساعدني على المحافظة على سلامة فطرتي وأذكرها لزملائي. ثانيا، العقل. ميز الله تعالى الإنسان عن غيره من المخلوقات بنعمة العقل، وجعل له القدرة على التمييز بين طريق الهداية وطريق الضلال، وقد جعل الإسلام العقل مناط التكليف، فمن حرم هذه النعمة فقد رفع عنه التكليف. قال الله تعالى في الآية 43 من سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، صدق الله العظيم. تم الإسلام بالعقل ورفع منزلته، لذا ختمت كثير من الآيات القرآنية بقوله تعالى: أفلا يعقلون أو يتفكرون. وقد وجه القرآن الإنسان إلى استخدام عقله في التفكر في قدرة الله تعالى في خلق الكون وكشف قوانينه. قال الله تعالى في الآية 53 من سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، صدق الله العظيم. فعندما يتأمل الإنسان في مخلوقات الله تعالى ويتفكر فيها يدرك أن لهذا الكون خالقا عظيما، وأن وراء هذا الوجود البديع غاية وحكمة، وبهذا يكون العقل أهم سبل الهداية. قال الله تعالى في الآية 10 من سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، صدق الله العظيم.
وقد ينحرف العقل عن طريق الهداية عندما يتأثر بالصحبة السيئة والتقليد الأعمى والمصالح الشخصية، فيصبح عقله وبالا عليه. ومن المواقف التي تؤكد قيمة الاستدلال بالعقل استدلالا سليما موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حادثة الإسراء والمعراج، فقد سعى بعض المشركين إليه يشككونه في صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء يأتيه صباح مساء. ثالثا، الرسل. من رحمة الله تعالى بالناس وحرصه على هدايتهم أن أرسل لهم الرسل ليبينوا لهم طريق الرشد فيتبعوه وطريق الضلال فيجتنبوه. قال تعالى في الآية 107 من سورة الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. وذلك لأن هداية الفطرة وهداية العقل هداية مجملة عامة يدرك الإنسان بوساطتها أن له خالقا، لكنه لا يدرك تفاصيل طريق الهداية والسير فيها وماذا يريد الله تعالى منه وكيف يعبده. رابعا، القرآن الكريم. ختم الله به الرسالات الإلهية وهي رسالة الإسلام. قال تعالى في الآية 19 من سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم. والقرآن كلام الله تعالى المشتمل على توضيح طريق الهداية والإرشاد إليها ودلالة الناس على الإيمان بالله تعالى وطاعته وعبادته لتحقيق الهداية وتمكينها في نفوس الناس. استنتج موقفا من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدل على حرصه على إرشاد الناس إلى الهدى وتحمله الأذى في سبيل ذلك. قد ينحرف الإنسان عن الهداية التي أرادها الله تعالى له لأسباب، منها: أولاً، اتباع الهوى. جبلت النفس الإنسانية على حب الشهوات ومتاع الحياة الدنيا ليكون ذلك دافعاً للإنسان إلى إعمار الكون. يقول تعالى في الآية 14 من سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، صدق الله العظيم. وقد حث الإسلام الإنسان على التمتع بما في هذا الكون من خيرات ومتاع. وأن يستخدمها في إعمار الكون لا في إفساده، وأن يحصل عليها بالطرق المشروعة، لا أن يجعل كل همه تحصيلها بأية طريقة كانت ليشبع شهواته وأهوائه. قال تعالى في الآية 23 من سورة الجاثية: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، صدق الله العظيم. ثانيا، الشيطان. أخذ الشيطان على نفسه عهدا بأن يكون عدوا للإنسان وأن يصده عن الصراط المستقيم. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 16 من سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صدق الله العظيم. لذا يحرص الشيطان أن يوسوس للإنسان ويزين له الأعمال السيئة ويهون من أمرها ويعلق الإنسان بالأمل وطول العمر من دون توبة. وعلى الإنسان أن يحصن نفسه من وساوس الشيطان بذكر الله تعالى والعمل الصالح والدعاء وقراءة القرآن الكريم والتفكر في عظيم خلق الله وقدرته، وأن يدرك عداوة الشيطان له. استنتج سببا آخر يؤدي إلى انحراف الإنسان عن طريق الهداية وأناقشه مع زملائي. القيم المستفادة من هذا الدرس: أولا، أتفكر في خلق الله تعالى. ثانيا، أبادر إلى التوبة. ثالثا، أحرص على ذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم وتدبره. رابعا، فراغ.
الأسئلة. السؤال الأول، بين المقصود بالهداية. السؤال الثاني، الفطرة من سبل الهداية، وضح ذلك. السؤال الثالث، بين دور التفكر في خلق الله تعالى في الهداية. السؤال الرابع، استنتج ما يرشد إليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، صدق الله العظيم. السؤال الخامس، ما سبل الهداية وأسباب الضلال التي تشير إليها كل آية مما يأتي؟ ألف، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، صدق الله العظيم. ب، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، صدق الله العظيم. جيم، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، صدق الله العظيم. دال، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، صدق الله العظيم. ها، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، صدق الله العظيم. تم الدرس أعزائي.